نصرالي مدير فضاء ثقافة في الحياة ورئيس جمعية أصناف فنك. قدمنا اليوم مسرحية بلة الغاب، هي مسرحية من إنتاج جمعية أصناف فنك في إطار تظاهرة مهرجان أيام الشهيد. العرض قدمناه في الفضاء الثقافي فن الحياة، معناها أونلاين بحكم الكورونا والفيروس اللي منتشر في بلادنا، إن شاء الله ربي يحمينا وإن شاء الله ربي يبعد علينا. الفضاء الثقافي فن الحياة معناها بار إنه معناها شارك اليوم في المهرجان الجهوي، معناها في المهرجان أيام الشهيد عنده العديد من الإنتاجات، مسرحيات للكبار والصغار، عندنا زوز مهرجانات على مدار العام كامل، وعندنا النوادي نتاعنا من مسرح وموسيقى وسينما وسلام ودانس. دونك الفضاء مفتوح للناس الكل، واللي يحب معنا يكون معنا موجود ويحب يقدم الفن نتاعو مرحبا به، وان شاء الله من حسن الى احسن. ان شاء الله المهرجان نتاع الشهداء والجرحى نتاع قاسرين ان شاء الله ياخذوا حقهم، وان شاء الله قاسرين ديما 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 الفوق. وبرافو للناس الكل اللي امنت بالفعل الثقافي في قاسرين.